spying against Christian and Muslim rulers alike. Saladin, in time, rose to power, but a dreadful turmoil bedeviled his realm. A demon disguised as a man, one Reynald of Châtillon, preyed on Muslim merchants and pilgrims. With all the folly of a man deranged, Reynald dared gnash at the heart of Islam itself. Saladin would hunt this dishonorable wretch over land and sea. The once prosperous waters of the Red Sea were now impoverished by the plundering of Reynald of Châtillon. But the spirited Muslim fleet would fix every bow and ballista on expelling this unruly malice. Red Sea shipbuilders quickly set to bolstering the fleet. Vessels of all kinds would be needed to put down the Frankish raids. In this year, Saladin had ruled in his own name some 9 years. Chroniclers would name his dynasty after his father, Ayyub. مستعدون اتبعوا الأوامر. أجل مرحبا. جاهز للعمل. أحب صيد السهل. هي مهمة. ما حاجتك؟ سافي هذا. لدي مهمة. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. علم كما تشاء. الآن تحركوا يا رجال. أعدوا أنفسكم. أجل استعدوا أيها الجنود. أنا أقوم بالمبادرات التجارية. نحن تحت القصف. أتبعوا الأوامر. سأطلق الآن. سيدمر قريبا. أنا سأفعل. جيد جدا. تحركوا أيها الجنود. سأفعل. أعطني الأوامر. قضي الأمر. مفهوم وينفذ. يا قوم تحركوا أيها الجنود.
جاهزة للعمل. أتريد أن ألتقط الحطب؟ الأوامر القادمة. أجل. مرحبا. أجل، تعدون. مستعد. أتحرك الآن. الآن أمرك يا سيدي. لدي. أتحرك الآن نحو الإعداد للتجارة. ما هي الأمر؟ أنا ذاهب. ما حاجته؟ أجل. مرحبا. لدي مهمة؟ مفهوم. أمرك يا سيدي. ما حاجته؟ أنا متجر. لدي مهجل. مرحبا. سأفعل ذلك. لدي مهمة؟ ما حاجتك؟ تم ترتيب. لدي مهمة. أجل. مرحبا. تم ترتيب. سأنظر. أجل. مرحبا. ما حاجتك؟ أجل. الأوامر. أتبع الطقس. استعد. هيا. ما هي الأوامر؟ بدء التحرك. ما حاجتك؟ أعدوا أنفسكم. تحركوا يا رجال. الآن إلى تأدية الواجب. أجل. مرحبا. ما حاجتك؟ استعدوا جميعا. على استعداد. نحن أسرعوا أيها القرويون. أمرك. سأبني هذا. ما حاجتك؟ دخلت. جيدا. يا قوم سأفعل. انتبهوا. هيا أسرعوا. الآن أمامك يا سيدي. نعم. لدي مهمة. أنا أقوم بالمبادلات التجارية. أعطني الأوامر. يا قوم حركوا أيها الجنود. لدي مهمة. جاهز للعمل. القرويون هنا. القرويون مستعدون وحاضرون. سأبني هذا. القرويون.
القرويون مستعدون وحاضرون. أمر هذا شهر. أجل أنا متجه. أجمعوا الحطب. سأنطلق. سأقعد لدي مهمة. القرويون هنا. جيدا جيدا. ما حاجته؟ جاهز للعمل. لدي مهمة؟ جاهزة للعمل. لدي مهمة؟ سأبدأ التعدين. استعدوا جميعا. سأذهب للتعدين. ما حاجتك؟ أنا متجه. في الحال. أجل أتحرك الآن. أجل مرحبا. أجل مرحبا. سأحصل على اللحم الآن. أجل مرحبا. جاهز للعمل. الأوامر قادمة. كما تريد. أمرك. ما حاجتك؟ أصطاد السمك. كما تريد. ما هي الأوامر؟ استعدوا جميعا. سيتم تشييد ذلك. لدي مهمة. تم. جيدا. لدي مهمة. استعدوا جميعا. السمك شهي جدا. كما تريد. الأوامر استعد. أعدوا. أعطني الأوامر. ما حاجتك؟ أتريد أن ألتقط الحطب؟ سأبدأ العمل. يعجبني ذلك. لدي مهمة؟ أجل مرحبا. ما حاجتك؟ أصغو. جيدا. أجل استعدوا جميعا. تم. جيدا. أجل مرحبا. حصل ما المطلوب. يعجبني ذلك. أجل. ماذا لديك لأفعل؟ الأوامر. اتبعوني أيها الجنود الشجعان.
امتد مفهوم وينفذ بالحال. حان وقت العمل. حسناً، حان وقت التحرك. سأبني ذلك الآن. حان وقت العمل. حسناً، ما المطلوب؟ يوجد دائماً البديل من العمل للإنسان. هذا وقت العمل. ينبغي لهذا أن يظل حتى بعد مماتي. استعدادا لبعض العمل. حسنا، ما المطلوب؟ ما يا
جميعا. سأفعل، سأبني ذلك لأجلك سيدي. تم البناء، يبدو جيدا. تم البناء، يبدو جيدا. بناء مشيد جيدا. تم البناء، يبدو جيدا. ماذا لديك لأفعل؟ سأبني ذلك الآن. أنصتوا يا قوم، الوقت يضيع منا، فلتتحركوا. يا سيدي. انتبهوا أيها الناس، الأوامر الآن. يبدو جيدا. ماذا تهم؟ بدأت التحرك كما أمرت. أصبوا جميعا. أعطني هدفا أصيبه. أتحرك كما أمرت. بناء مشيد جيدا. حان وقت العمل. The coastal towns bustled with trade, their livelihoods dependent on safe passage over the seas. In the face of Frankish intrusion, the Ayyubids would gather a great swell of wealth to defend their waters and see off the enemy. استعدوا أيها المحارب لوسعي فعل ذلك. الأوامر قادمة إلينا. أنصتوا إلى الأوامر. Hidden in the mist lay an island haven, full of promise, but infested with lawless pirates. Many treasures could be uncovered there if the fleet was sharp of mind and bold of spirit. أيها الجنود الشجعان. أنفذ الأوامر الآن. أنصتوا يا قوم. لم يضر المشي أحدا بتاتا. أنصتوا يا قوم. أوامر شديدة. أنا أمر سأعد طريقا. Naming the island for themselves,
The Ayyubids collected the spoils. ماذا تأمرني؟ إلى أين أذهب؟ الأوامر حسناً إذا انتبهوا لوسعي فعلاً استعدوا أيها المحاربون أنصتوا يا قوم أوامر جديدة يا رجال الغنائم الأوامر قادمة إلينا أنا سأتبع الأوامر انتبهوا أيها الجنود أعطني ستأتي لو حرّك انتبهوا شيئاً استعدوا بما تأتي الآن يا رجال تجهزوا الوقت يضيع منا فلتتحركوا استعدوا أيها المحاربون لدينا أوامر بوثعي فعلوا ذلك الأوامر لم يضر النشو أحدا بتاتا اتبعوني أيها الجنود الشجعان جهزوا أن أعطني الأوامر أفعل واجبي سأذهب ماذا تأمرني أن أفعل؟ انتبهوا أيها الجنود إنهم يقفون علينا الوقت يضيع منا فلتتحركوا ضيعوا الأرض أنصتوا للأوامر نحن نتعرض للخصم الشديد الجنود مستعدون الطاعة شرف لي أمرو تأدية الواجب ليست عندنا مفهوم أرسلني كانت الأوامر بالتحرك الأوامر قادمة لم يضر النشو أحدا بتاتا انتبهوا أيها الجنود استعدوا أيها المحاربون لننفذ الأوامر الآن أطوق إلى الخدمة ما الذي أتمناها هي عسير تحت المنزل أنا مفهوم أطلع من الفضاء الرجال المسلحون ينتظرون ماذا تأمرني أن أفعل؟ يا رجال صمتم أوامر جديدة حسنا حان وقت التحرك إلى أين أذهب؟ بكل تأكيد أنصت أنا سأتبع الأوامر مفهوم وينفذ انتبهوا أيها الجنود شدوا على قلوبكم اهزموا أعطني الأوامر أنصتوا يا قوم أوامر جديدة بوثعي فعلوا ذلك الأوامر قادمة تحركوا أيها الجنود ما تشاء نحن نتحرك
تتعرضوا للإنذار. لن يضر المشي أحدا بتاتا. تتعرضوا للقار. إنهم يطلقون علينا. من نصيبي. عارفوهم أيها المحارب. ألم اختصار أرسلني إلى عمل آمن. ننهي الهجوم. دمر العدو. المرسال الآلة الجهنمية تنتظر الأوامر. جهزوا الأسلحة. استعدادا لبعض العمل. جاهز. أعيش. مستعدون للأوامر. أفعل ذلك. انتبهوا جميعا. تحركوا جميعا. لم ذاهب كم. أسقوا جميعا. ماذا تأمرني أن أفعل؟ سأفعل ذلك. سأنفذ. حان وقت الأوامر. سأذهب الآن للتجارة. انتبهوا جميعا. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا لديك لأفعل؟ أصبوا جميعا إلى التبادل التجاري. أنا على استعداد لبعض. حان وقت العمل. حان وقت العمل. على استعداد. أنا تحركوا. اتخذوا مواقعكم. سأنهي بناء ذلك عما قريب. ماذا؟ حسنا حان. أنفذ أوامرك. سأفعل. لا يهم. حان وقت العمل. أنا على استعداد. أنا في طريقي إلى هناك. سأعد طريقا. استعدوا. أي مفهوم وينفذ في الحال كما تأمر يا سيدي. يا رجال. مفهوم. حان وقت التحرك شمس. انتبهوا. الوقت يضيع منا. بل تتحركوا. الأوامر قادمة. حسنا إذا هيا بنا. حسنا إذا هيا بنا. استعدوا. أين اتبعوني أيها الجنود الشجعان. أنصتوا يا قوم. انتبهوا. الوقت يضيع منا. نحن نتعرض للأسباب. انتبهوا جيدا. الأوامر قادمة يا رجال. انطلقوا كما تشاء. استعدوا أيها المحارب.
The Franks struck down the trade ships without hesitation. Some Muslims loaded their beasts and fled to safer towns, leaving fewer behind to engage in trade. Time was against the fleet. It would protect the Red Sea at all costs, lest the region fell into destitution. Treasury burgeoned with coin. The tireless industry of the fleet held sway over the troubled seas. أمسكوا يا قوم، أو أمسكوا مفهوم وينفذوا في الحال. أعطني هدفا أصيبه، أنا سأل. الأوامر قادمة إلينا. استعدوا أيها المحاربون، لدينا أوامر. أصبوا جميعا، انتبهوا على وقت الأوامر. حسناً، ما المطلوب؟ أنا على استعداد لبعض العمل. أعطني أنصت. تحركوا، اتخذوا مواقعكم. تحرك. ماذا لديك لأفعل؟ أنصتوا يا قوم، أوامر جديدة. انتبهوا. لم يضر المشي أحداً بتاتاً كما تأمل. انتبهوا جميعاً كما أمر. أفعل. الأوامر قادمة. أصغوا جميعاً، على وقت الأوامر. ماذا لديك لأفعل؟ أعطني هدفا أصيبه، أنا أتحرك. أنصت. لم يضر المشي أحدا بتاتا. يا رجال، أوامرنا. حسنا، هل يتحرك الجميع؟ الأوامر قادمة، أفعل ذلك. حسنا، ما المطلوب؟ ذاهب. ماذا تأمرني أن أفعل؟
استعدوا أيها المحاربون، لدي مستعد لإطلاق ذاهب كما أمرت. بما تأمر؟ أنا سأتبع الأوامر. بما تأمر؟ أنا أتحرك. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا تأمرني أن أفعل؟ أعطني هدفاً أصيبه. بما تأمر؟ على استعداد لبعض العمل. يا ريش، حسناً، فليتحرك الجميع. حسناً، إذا هيا بنا. مستعد لإطلاق ذاهب كما أمر. بدأت التحرك. مستعد. حسناً، حان وقت التحرك. استعدت الوقت. ماذا تأمرني أن أفعل؟ أتحرك كما أمر. ماذا لديك لأفعل؟ حسناً، مستعدون للأول. حان وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ ماذا تأمرني أن أفعل؟ مستعد أنا وقت العمل. ماذا لديك لأفعل؟ أنا وقت العمل. حسناً، ما المطلوب؟ أعطني هدفاً أصيبه. انتبهوا، تحركوا، اتخذوا مواقعكم. أعطني الأوامر. آنت الأوامر. بما تأمر؟ الأوامر قادمة. أنصتوا إلى الأوامر. The Franks, seeing our sails ever filled with the breath of the wind, redoubled their effort to break our muster. They launched the flagship of Renald. أنصتوا يا قوم، أوامر جديدة. أنصتوا إلى الأوامر. حان وقت التحرك جميعاً. تحركوا جميعاً. التمث لم يضر المشي أحداً بتاتاً. استعدوا أيها المحاربون. بمثل ما ذلك. استعد. ننفذ الأوامر. ادفعوا. ليسوا يكونوا الشجعان. تحركوا. انتبهوا أيها الجنود. حسناً إذا. هيا بنا. أعطني هدفاً أصيباً بي. وجب على استعداد للهجوم. نتعرض للهجوم هنا كما تشاء. الأوامر قادمة إلينا. مفهوم، وينفذ في الحال. أنصتوا يا قوم. لم يضر المشي أحداً بتاتاً. حسناً. نتعرض لجيران العدو. أنصتوا يا قوم. جدوا على قلوبكم، اهجموا. استعدوا أيها المحاربون. أنا سأتبع. انتبهوا أيها الجنود. سهام إشارة أجهزة. ماذا تأمرني أن أفعل؟ هدفاً أصيبه.
الأوامر قادمة كما تأمر يا سيد. ماذا تأمرني أن أفعل؟ انتبهوا أيها الجنود، اتبعوني أيها الجنود الشجعان، ونفذوا الأوامر الآن. Of the Ayyubid sailors prevail. Renald's fleet abandoned their evil doing and left the Red Sea, never to blight these waters again.